عدد الشهداء كانوا 6 عندنا، لكن هسه ظاهرا مرتفع العدد ما اعرف بهم. الجرحى تقريبا بين 20 25 فرد. اجى يفتش وين بالحرم؟ الحرم مليان تقريبا 5 سطور او 4 سطور، وجامع مزدحم طبعا بهالحاله. فابو سجاد فتش السطر الاول، من انتهى من السطر الاول بدا بالسطر الثاني، فز هو شخص الانتحاري لعنه الله عليه. فاجى عليه ابو سجاد قال له اقعد لا تحرك اقعد، فابو سجاد اجى يكمش يديه بحيث ما يخليه يتحرك، فهذا فجر نفسه. أكبر عدد.